ولكن اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة حركة حماس في قطاع غزة. دكتور باسم نعيم، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا دكتور باسم. يعني أثار إعلان الدوحة كثير من اللغط حول الموقف الحقيقي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمرجعياتها المختلفة، وسبب إثارة هذا الأمر هو أن الرئيس عباس هو رئيس حركة فتح، وأنتم في اتفاق القاهرة كحركة حماس قلتم أن رئيس الحكومة المقبل يجب أن يكون مستقلا، وكان هناك رفض قاطع لأن يكون من حزب من الأحزاب، على الأقل هذا ما فهمناه من اتفاق القاهرة. ما الذي استجد يا دكتور باسم حتى تقبلوا أنتم في حركة حماس ليكون رأس التنظيم المخالف لكم سياسيا وهي حركة فتح أن يكون رئيسا للحكومة الفلسطينية بالإضافة إلى رئاساته الست، من رئيس الدولة أو رئيس السلطة إلى رئيس الأجهزة الأمنية إلى رئيس حركة فتح إلى رئيس منظمة التحرير؟ ما الذي جرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بداية سأعبر عن موقفي كوزير للصحة في الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية، ولست ناطقا باسم حركة حماس. وأود أن أؤكد أن يعني في اختيار محمود عباس كرئيسا لهذه الحكومة المفروض أن تكون حكومة توافق وطني بدون برنامج سياسي، في الإجابة على سؤالكم، سيعزز الانقسام ولن يؤدي إلى مصالحة حقيقية، لأنه في الحقيقة اختيار محمود عباس كرئيسا للحكومة فيه تجاوز، يعني لا أريد أن أستعمل مصطلحات أخرى، فيه تجاوز لعذابات ومعاناة 1.5 مليون مواطن على مدار سنة ونصف حاصرهم محمود عباس وشارك في قتلهم في الحرب في حرب غزة الأخيرة. محمود عباس حتى اليوم يمنع عنا الدواء. محمود عباس حتى اليوم يعني يعتبر التنسيق مع الاحتلال ضد المقاومة في الضفة الغربية هي مصلحة وطنية عليا، ولذلك أعتقد أن اختيار محمود عباس بديلا عن سلام فياض هو كالمستجير من الرمضاء بالنار بالتأكيد. هذا طب لكن السؤال يا دكتور باسم، دكتور باسم اسمح لي، أعتقد أنه هذا القرار سيكون غير مقبول في الساحة الفلسطينية هنا في الداخل. لكن يعني هل تقصد أن تقول أن هذا الموقف يعني كما صدر من بعض الأوساط على الأقل مما رأينا وسمعنا في الإعلام أنه لا يمثل قواعد وقيادات حركة حماس ومؤسساتها الشورية والدستورية؟ أنا يعني لست مطلعا على تفاصيل آليات اتخاذ القرار، لأن يعني القرار في الحكومة أن من يكون في الحركة من يكون في الحكومة يعزل نسبيا عن آليات اتخاذ القرار في الحركة من باب الشفافية والنزاهة، لكن حسب ما أعلم أن في هذا القرار تجاوز واضح للآليات الشورية في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. ثم أنه يعني في النهاية بغض النظر عن الآليات، يعني هناك قرارات أقل من هيك بكثير كانت خطورة على الشعب الفلسطيني، لأننا نتحدث عن مهندس اتفاقيات منذ عام 73 وهو يقود الشعب الفلسطيني مثل هذه الاتفاقيات المشؤومة التي دمرتنا. فليس فلا يعقل في زمن الثورات العربية وإسقاط الدكتاتوريين أن نعزز يعني وجود مثل هذا الرجل اللي كما قلت يعني هو من ساهم في حصار ولازال غزة وقتل المواطنين. طيب. أعتقد اختيار أبو مازن خطيئة يجب التراجع عنها مهما كان الثمن. هل دكتور باسم، هل يمكن أن يفهم من كلامك أن اتفاق فتح مع حماس سيكون على حساب وحدة حركة حماس ربما؟ هو أخشى أن يتكرر إذا لم يعني يتم مراجعة هذا القرار بشكل شوري أفضل. أخشى أن نعيد مسلسل اتفاق مكة في عام 2007، لأنه القصة قصة اتخاذ قرارات. أين سينفذ هذا القرار؟ في الضفة هو محمود عباس ينفذ كل ما يريد بالتنسيق الكامل مع الاحتلال، وفي الخارج لن يكون هناك تنفيذ، التنفيذ سيكون هنا في غزة. إذا كانت
يعني الأمور هنا في غزة غير قابلة أو غير مستوعبة لمثل هذا القرار، وخاصة أنه كما قلت هذا الشخص قبل شهور بسيطة تم قذفه بالأحذية عندما أراد أن يقدم هدية مجانية للاحتلال بإعفائه من المحاكمة بعد تقرير جولدستون. هو الذي يعني كان يطالب بذبح المقاومين ومارس هذا في الضفة الغربية، هو الذي استعمل محمد بحلام على مدار سنوات، ثم يعني فتت حركة فتح، وفي الاجتماع الأخير كما نعلم يعني اختار مجموعة من الضباط الذين نسقوا من الاحتلال على مدار سنوات. اسمح لي دكتور، يعني واضحة النقطة الحقيقة، بس أنا في الحقيقة أريد أن أسأل عن مسألة مهمة، وهي أن يعني أحد قادة الحركة من المكتب السياسي واللجنة التنفيذية حسب مسميات حسب حركة حماس في تصريح له وهو عزة الرشق يقول أن تكليف عباس برئاسة الحكومة ليس مخالفا للقانون الأساسي ولا الاتفاق، وقال أنه حتى لو كان مخالفا، اسمح لي حتى لو كان مخالفا للاتفاق أو وجدت مثل هذه المخالفة فنحن متفقون أن المصالحة الوطنية ومصلحة الشعب الفلسطيني أهم من القانون الأساسي، أليس هذا كلام منطقي؟ مع احترام شديد لرأي الأخ عزت الرشق، بهذه بهذا المسلسل من التنازل أمام حركة فتح نحن دمرنا كل مستقبل للديمقراطية في فلسطين، شطبنا المجلس التشريعي بقبولنا عزيز الدويك 4 سنوات كان معتقل سياسيا من محمود عباس ويمنع من دخول مكتبه وهو أكثر شرعية من محمود عباس بالمناسبة، ثم شطبنا يعني الحكومة الفلسطينية بهذه الطريقة وقبلها ولم نأخذ أي شيء مقابل، لم نأخذ شيء في منظمة التحرير، فهو مخالف للدستور لأنه أبو مازن هو من قاتل واستعان بالأمريكان والصهاينة من أجل أن يضغط على أبو عمار لانتزاع الحكومة منه في 2003، ولذلك هو من كان وراء يعني هذا الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة وإذا كان هو اليوم رئيس السلطة ورئيس الحكومة ورئيس منظمة التحرير ورئيس حركة فتح، بالتأكيد نحن نعزز في زمن الثورات العربية وخلع كل الطغاة، نعزز أنا بعتقد أننا بحاجة لاستكمال الثورة على النظام العربي المستبد في فلسطين، وليس تعزيزه من جديد وإحياءه وخرجه من العناية المركزة. هذا نظام بائد يجب أن يزول. واستمرار هذا التنسيق مع الاحتلال على أنه سياسة وطنية عليا أعتقد كل من يؤيدها يرتكب خطية بحق الشعب الفلسطيني. شكرا دكتور باسم نعيم وزير الصحة في حكومة حركة حماس في قطاع غزة على هذه التوضيحات وعلى هذه المشاركة.